السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. أولا أريد أن أشكركم من كل قلبي على تعليقاتكم وتشجيعاتكم، فبدونكم لم تكن القناة لتستمر. أحبكم في الله، فأنتم قد غيرتم حياتي بتشجيعاتكم وتعليقاتكم التي تشجعني أكثر لكي أعطي المزيد. وصفة اليوم وهي عمل شامبو طبيعي الذي طلبته مني على الانستغرام وكذلك على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. قبل عمل وصفة الشامبو الطبيعي أريد فقط أن أتكلم عن الشامبو الكيميائي وأضراره على صحة الشعر. الشامبو الكيميائي هو السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى جفاف الشعر وخرابه. فالشامبو الكيميائي يعمل على إزالة الكيراتين الطبيعي المتواجد على الشعر، لهذا كنت أنصح دائما بغسل الشعر مرة إلى مرتين في الأسبوع، وذلك لتقليل غسل الشعر بالشامبو الكيميائي. فعندما نغسل الشعر بالشامبو الكيميائي، الشامبو يعمل على إزالة الكيراتين الطبيعي من على الشعر، وبذلك يبدأ جفاف الشعر وتقصفه. وقد تكون قد لاحظتم أنه رغم عمل وصفات طبيعية عند بعض النساء، في بعض الأحيان يشتكون بأنها لن تعطي النتيجة المرادة ويبقى الشعر جافا، وهذا كله راجع إلى استعمال الشامبو الكيميائي. كذلك الشامبو الذي يعطي رغوة كبيرة فهو شامبو ضار للشعر، لأن هذه الرغوة هي التي تضر بالشعر، لأن مكوناتها تضر بالشعر وتسبب جفافه. لهذا فسوف تلاحظون بأن الشامبو الطبيعي لن يكون فيه رغوة كثيرة كالشامبو الكيميائي، ولكنه شامبو سوف يكون طبيعي 100% وسوف يحافظ على صحة الشعر وسوف ينظفه بشكل جيد. الآن مقادير الوصفة. سوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة من عشبة اللافندر اللي هي الخزامة، سوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة من البابونج اللي هي الروزماري، وسوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة من النعناع المجفف. إذا لم يكن عندكم نعناع مجفف يمكن أن تستعملوا النعناع الأخضر. وسوف نحتاج إلى نصف لتر من الماء، وسوف نحتاج إلى صابونة جليسيرين، ويجب أن تكون صابونة جليسيرين تحتوي فقط على الجليسيرين وليس بها أي مواد كيماوية. نقوم ببشرها بالمبشرة وسوف نحصل على خليط كهذا. سوف نستعمل إما صابونة الجليسيرين أو إما صابونة زيت الزيتون، ويجب كذلك أن تحتوي فقط على زيت صابونة زيت الزيتون فقط، يعني غير إضافات، لأنني أريد أن تكون صابونة طبيعية 100%. تشترونها من عند العطار أو تشترونها من عند بعض الناس الذين يصنعون صابون طبيعي بالمنزل والذي يحتوي فقط على زيت الزيتون لا غير. إما أن نستعمل صابونة زيت الزيتون التي لا تحتوي على أي إضافات، وإما أن نستعمل صابونة الجليسيرين التي تكون كذلك طبيعية 100% وليس بها أي مواد أخرى، يعني عندكم الاختيار. الآن يلا نشوف الطريقة. أول خطوة، نضيف نصف لتر من الماء إلى طنجرة صغيرة ونقوم بتركه إلى أن يغلى. بعد أن يغلى الماء نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من النعناع المجفف، بسم الله، ثم ملعقة كبيرة من الخزامة لافندر وملعقة كبيرة من البابونج اللي هو روزماري.
ثم نحرك الخليط ونترك هذه الأعشاب تغلى لمدة 10 إلى 15 دقيقة وعلى نار هادئة كما تلاحظون، أو إلى أن يتغير شكل الماء. بعد أن يغلى الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق نقوم بإطفاء النار، ثم نتركه يبرد وبعد ذلك نقوم بتصفيته. بعد أن يبرد خليط الأعشاب قليلا نقوم بتصفيته. بسم الله. بعد تصفية خليط الأعشاب نضعه على النار مجددا، ثم نقوم بإضافة 3 ملاعق من صابون الجليسيرين، أو كما قلت يمكن أن نعوضه بصابون زيت الزيتون النقي. بسم الله. فقط نريد أن نذوب الصابون ونقوم بتحريكه. النار يجب أن تكون خفيفة جدا. نقوم بتحريك جميع المكونات إلى أن يذوب الصابون. نقوم بالتحريك المستمر إلى أن يذوب الصابون كليا. كما تلاحظون الصابون قد بدأ بالذوبان وسيختفي نهائيا. بعد أن يذوب الصابون كليا كما ترون نقوم بإطفاء النار ونتركه يبرد، ثم بعد ذلك نضعه في قنينة شامبو. بعد أن يبرد الخليط نضعه في قنينة شامبو قديمة، تقومين بتنظيفها وتستغلينها لكي تضعي فيها الشامبو الطبيعي. ويكون هذا المنتوج النهائي. فقط لأريكم شكله. بسم الله. سوف يرغي قليلا ولكن لن يرغي بكثرة كالشامبو الكيميائي كما تلاحظون، يعني يعطي رغوة كافية، وسوف يقوم بتنظيف الشعر بعمق، وكذلك سوف يحافظ على لمعان الشعر والكيراتين الطبيعي المتواجد في الشعر. فكل الأعشاب التي استعملناها مفيدة جدا لصحة الشعر وسوف تقلل من تساقطه، وكذلك تستعملين هذا الشامبو كالشامبو العادي، يعني تقومين بعد تمشيط الشعر جيدا تقومين بتبليل الشعر وتقومين بوضع الشامبو على يعني نخفض مركزه بالقليل من الماء ونضعه على فروة الرأس ونعمل مساج وكذلك على الأطراف. تكررين العملية مرتين إلى أن يغتسل الشعر بشكل جيد. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم. إذا عندكم أي استفسار أتركوا تعليق، ولا تنسوا الإشتراك بالقناة لكي تدعموها، وأن توزعوا الفيديو على الأصحاب والأقارب لكي تعم الفائدة. انضموا إلى صفحتي بالفيسبوك بعنوان وصفات طبيعية وسريعة، وكذلك على تويتر والإنستغرام، كل الروابط سوف تجدونها تحت في صندوق الوصف.
كل حلقاتي على اليوتيوب بقناة وصفات طبيعية وسريعة. تابعوني في حلقات قادمة بحول الله. إلى اللقاء.